تجدون اليوم قامت الدنيا ولم تقعد لأجل صحفي واحد وهو من أهل هذه البلاد، من مواطني هذه البلاد، ولا يعلم ما مصيره ومن تولى خطفه أو قتله إن كان قد قتل. ولكن نحن نعلم أنه لا يمكن أن ينسب لأحد جريرة إلا ببينة. حتى الناس الآن فيما بينهم، لو شخص أقام دعوى عليك في المحكمة أنه قد أعطاك شيئا من المال وإن قل، لا يمكن أن يقبل إلا ببينة، وهو شيء يسير وقليل وحقير، لا بد من البينة. ولو قال شخص أنا أطلب فلان والقاضي ما أعطاني شيء، عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. كيف؟ لو الناس قبلت دعواهم على بعضهم بدون بينة لادعى الناس أموال أقوام وأعراضهم، ولكن البينة على المدعي. الآن هل خطف مثل هذا الصحفي هل هو أعظم ما مر على هذه البلدان التي أبواقها لم تسكت؟ مر عليها مصائب عظيمة جدا في بلادها، مصائب ودماء لا يقارن بها صحفي من بلد آخر، وقد هلك عندهم مئات، وتوجهت الأصبع إلينا والتهمة إلينا، ثم مرت عشرات السنين فعلموا براءة هذه البلاد، لكنهم لم يفعلوا ولا ربع ما فعلوا مع هذا الصحفي. إذا المسألة ليست لأجل صحفي، من هو هذا الصحفي الذي يأبى به هؤلاء ويقوم العالم من أجله؟ لا والله، إنما لأجل أي شيء يشوه صورة هذه البلاد ويجعل زعزعة الناس من جهة الثقة في بلدانهم وحكامهم. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقيق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.